مواعيد العمل عندنا بتبدا من 7 ل 3، عدد ساعات العمل 8 ساعات. تمام. واخد حضرتك؟ من بعد القناه الجديده دي عدد ساعات العمل 16 ساعه، وبنتمنى ان هي تبقى 20 ساعه كمان. صباح الخير. صباح الخير يا استاذ. انا عايز اعرف من حضرتك كان نظام الاجازات ايه خلال السنه اللي اتحفرت فيها القناه الجديده؟ اجازات الى حد ما يعني بقدر الامكان بنقلل الاجازات علشان نقدم المشروع كما يجب وفي الميعاد اللي سياده الرئيس امر بيه. انا شغال رئيس تكريك. تمام. مسؤول عن التشغيل. تمام. الديريجير يعني. ان احنا عملنا انجاز كبير في الفتره اللي فاتت دي، شلنا حوالي 250 مليون متر مكعب من الرمال المشبعه بالمياه، زائد اللي هو الساتر الترابي اللي هو كان موجود في الشرق قبل ما احنا نشيل، قبل ما الكركات تخش كركات الوحدات العايمه، كان حوالي 250 مليون متر مكعب كمان اللي هم كانوا فوق فوق الشرق. في الجزيره اللي هي الشرقيه اللي هو ساتر ترابي ده كان بالاشتراك مع القوات المسلحه وهي قناه السويس والشركات المقاولين. احنا كان لينا كم كراكه مصريه شغاله في قناه السويس؟ حوالي 6 كراكات مصريه. تمام. وكم كراكه اجنبيه؟ تقريبا هو بالتقريب يعني هو ما بين 36 38 كراكات حامله وكراكات مصه طرد ده الحمد لله. كراكات حامله دي اللي هي بالهوفر. كان متوقع انجاز القناه الجديده في فتره سنه؟ لا احنا ما كناش مصدقين ان احنا نشيل المكعبات دي كلها في فتره سنه. طبعا بمعونه الله والمصريين رجاله، ناس كانت شغاله زي خليه النحل ليل ونهار، بتواصل الليل بالنهار. شغال 24 ساعه. شغال 24 ساعه في اليوم. يعني ما بتاخدش اجازات خالص؟ مفيش اجازات. مفيش اجازات. عشان نخلص المشروع ده لازم نعمل كده. بس يعني 24 ساعة ده فوق طاقة البشر يعني. لا والله اهو انا راجل سواق بلدوزر ومعايا سواقين البلدوزر اللي معايا شغال في حوض الترسيب، اسالهم. انا مصدق حضرتك. يعني كنت بتاكل وانت شغال وبتشرب وانت شغال؟ وانا وشغال وبستريح وانا وشغال. والله 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 بال 18 ساعة وال 22 ساعة شغالين. حسيت بايه لما شفت اول مركب بتعدي من القناة الجديدة؟ اخيرا عملنا حاجة صح. الموضوع دوت المفروض من زمان، المفروض نزلوا القناه ده من زمان جدا من اول ما اتعمل. طبعا التخطيط الاستراتيجي بتاع البلد كل واحد بفكره، اما دلوقتي انت عندك منافسين، السبيكه بتعمل خط سكه حديد وبتتكلم على قناه جديده وبتعمل حاجه، لازم تعمل حاجه زي كده. انت شايف ان القناه الجديده دي هتعرف تنافس المشروع الاسرائيلي او تهده خالص؟ خلاص لا، اسرائيل وقفت المشروع بتاعها خلاص، كان مفيش منافسين خالص في المنطقه خالص. انت المفروض كنت بتنتج الاول كم متر مكعب في اليوم، ومع القناه الجديده بقيت تنتج كم متر في اليوم؟ يعني كان معدل تقريبا من 40 ل 50 الف متر مكعب في اليوم، واحيانا بتكون اكتر يعني، لكن ده المعدل اللي كان معتاد اثناء المشروع يعني. حلاوه الانجاز اللي احنا ربنا اكرمنا وعملناه في المشروع، وان هي هتوفر وقت كتير على السفن وهتجذب السفن اكتر لينا يعني ان شاء الله في المشروع. في ناس بتقول ان القناه الجديده دي ملهاش لازمه يعني، ولا هتزود الدخل ولا هتزود عدد السفن، انت ترد عليهم تقول لهم ايه؟ الناس دي ما تعرفش اي حاجه في اي حاجه اصلا. ازاي بقى؟ هم ما شافوش القناه الجديده ولا شافوا القناه القديمه اصلا.